إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات لا زال بنا المطاف في ركن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة في الله كما ذكرنا في المقام السابق أو في الخطبة الماضية أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها طريقها الخاص ولها شروطها ولها مسلكها الموروث من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وذكرنا من الشروط اللازمة للدعوة والداعية أن يكون على علم وبصيرة حتى تكون دعوته على منهج الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في هذا المقام اليوم نتناول بندا أيضا وشرطا من أهم الشروط التي يجب مراعاتها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ألا وهو الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى الصبر بأنواعه الثلاث الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على قضاء الله وقدره له منزلة رفيعة ومكانة عالية في دين الله تبارك وتعالى إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وهو يتحدث عن الصبر قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر يعني خير العطايا وأعظم الهدايا وأعظم ما يتصف به الداعية الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله
الصبر الذي جاء في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى في لسان لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب التي تصيبك في هذا السبيل وفي هذا الطريق، لأن من سنة الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله أن من قام وسعى لإقامة هذه الفريضة لابد وأن يبتلى، لابد وأن يبتلى حتى يمكن، إذ لا يأتي التمكين إلا بعد الابتلاء. ولهذا سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله: هل الأفضل للرجل أن يبتلى أو أن يمكن؟ فقال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ نعم، حتى يمكن ويصل إلى الثمار والنتائج لابد وأن يبتلى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس طريقا معبدا، وليس طريقا مزينا بالورود ولا مفروشا بالفراش الأحمر بالسجاد الأحمر، وإنما هو طريق محفوف بالمخاطر، محفوف بالشوك، محفوف بالتعذيب، محفوف بالقتل، محفوف بالمصائب. ولهذا على الداعية أن يتصور معالم الطريق أولا حتى لا يفاجأ بطبيعة الطريق، لابد أن يتصور تصورا صحيحا، وأن هذا الطريق لابد من سالكه أن يبتلى فيصبر ويصابر ويحتمل الأذى ولا يستعجل الثمرة. الله تبارك وتعالى مع أنه القوي القهار، مع أنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مع أنه الذي إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، لاحظ هذه الدروس العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العطرة، 14 سنة في مكة، هو وصحابته لقي من ألوان التعذيب والتنكيل ما الله به عليم. طيلة تلك السنوات يؤمرون بالصبر واحتمال الأذى وكف الأيدي حتى ألجئوا واضطروا إلى الهجرة، ترك بلادهم وأوطانهم وأولادهم وآبائهم والعيش في بلاد الغربة. نعم، الصبر والمصابرة، لأن الصبر يخرج الرجال ويخرج الرواسي الأثبات
الذين تقوم على أكتافهم الدولة المسلمة بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم أمرا ما هيأ له الأسباب. إذا كان الأساس قويا فالبناء قوي، وإذا كان الأساس ضعيفا فالبناء ضعيف. خرج هؤلاء الرجال الذين قامت الدولة المسلمة في المدينة بعد ذلك على أكتافهم، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بأموالهم ودمائهم وبنفيس ما يملكون، لأنهم تخرجوا من مدرسة الصبر في مكة. الصبر على احتمال واحتمال الأذى في سبيل الله. الداعية لابد وأن يتزود هذا الزاد في حياته ولا يستعجل الثمار. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ كيف أعقب تبارك وتعالى التواصي بالصبر على التواصي بالحق، لأن التواصي بالحق بحاجة إلى التواصي بالصبر. إذن أيها الأحبة في الله، هذا أصل من الأصول التي يجب مراعاتها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كما جاء في حديث خباب بن الأرت في صحيح البخاري ومسند أحمد، قال أي خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ نعم، ألا ترى ما نحن فيه؟ تعذيب، مشاكل، مصائب، سلب الحريات، نعم، إكراه، قتل وتشريد، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وفي رواية: فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب أو عصب وما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، وفي رواية أحمد: حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولاحظ هنا، ضع هنا خطا تحته خط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنكم تستعجلون. إن هذا الأمر سيتم كما تم، وإن الإسلام سيخرج من غربته الثانية هذه كما خرج من الغربة الأولى في أيام المصطفى والصحابة الكرام، ولكنكم أيها القوم تستعجلون. نعم، الخلافة على منهاج النبوة قادمة، والمستقبل للإسلام حتما بلا شك، والله تبارك وتعالى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر،
ولكنكم يا جماعة الخير تستعجلون، واستعجال الثمار والاستعجال في غير موضعه مهلكة، والاستعجال في غير موضعه ومكانه مصيبة. تحكيم العواطف وتحكيم الحماس قاصفة. ولهذا قال العلماء: العواطف تنقلب قواصف ما لم تضبط بشرع الله تبارك وتعالى، تتحول إلى قواصف تقصف كل شيء وتبيد الثمرات والمكتسبات وتهلك الحرث والنسل ما لم تضبط بشرع الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. إذن ولكنكم تستعجلون، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيها الأحبة في الله، إن بعض الناس يتصرف بحسن نية، يتصرف بعاطفة، يتصرف بحماس، وهو يريد أن ينصر الدين، ولكنه في حقيقته يضعف الدين ويؤدي إلى تقهقر الدعوة ويؤدي إلى استضعاف المسلمين أكثر، لما يقوم به من التصرفات الطائشة التي لا تقوم على الحكمة ولا تقوم على منهج ومسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد من الصبر على كلمة الحق والثبات على طريق الحق والاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر التوحيد والسنة. نعم، يأتي يوم القيامة نبي ومعه رهط، ويأتي نبي ومعه رجلان، ويأتي نبي ومعه رجل، ويأتي نبي وليس معه أحد. بالله وتالله ووالله ورب الكعبة، إن هذا النبي لم يفشل في دعوته وإنما بلغ، وما عليه إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، أدى الأمانة وبلغ أمر، بلغ أمر الله تبارك وتعالى، لكن النتائج بيد الله. فعلى المسلم أن يعلم بأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عندما تنتشر لا تعرقل، لا تعرقل بتصرفات طائشة، وإنما تترك لتنتشر، لتكتسح، لتكتسب، نعم، ليكثر المسلمون، وبعد ذلك ليتقوى المسلمون، وبعد ذلك تأتي هذه الثمار ليكتمل الهيكل بعد ذلك بقيام دولة مسلمة. أما تصرفات يقوم بها بعض الناس الذين لا يزنون الأمور بموازينها الصحيحة ولا يعرفون بمقاييس الشريعة الصحيحة، فإن هذا يؤدي بالدعوة إلى الله إلى القهقرى وإلى الورى، ويشوه صورة الإسلام والمسلمين، فلا كافرا قصموه ولا الإسلام نصروه. نعم، نتائج سلبية ومكتسبات ضائعة. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله، بل جهاد السلاح وجهاد السنان وجهاد السيف ما هو إلا وسيلة لجهاد الكلمة، ما هو إلا وسيلة. والغاية من الجهاد في سبيل الله، أعني جهاد السيف، الغاية منه إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إجماع العلماء بأن جهاد السيف وسيلة وليس غاية، وليس غاية، مع أنه ذروة سنام الإسلام، ومع أنه لا قوام للدين إلا بالجهاد في سبيل الله، مع ذلك كله ومع مرتبته العالية في الإسلام
يبقى وسيلة من الوسائل التي يتذرع بها ويتوسل بها إلى تحقيق إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم يا جماعة الخير. فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا أي هذا النوع المشارك فيه كثير، يشارك فيه العامي، يشارك فيه العالم، يشارك فيه جميع أصناف وشرائح المجتمع. يقول: وهذا النوع المشارك فيه كثير، والثاني هو جهاد الدعوة، جهاد الحجة والبيان. قال: وهو أي هذا النوع جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين، يعني أفضل النوعين من الجهاد لعظم منفعته والشدة مؤنته وكثرة أعدائه. ثم استدل بآية سورة الفرقان، قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال: فهذا جهادهم بالقرآن، وهو أفضل الجهادين، جهاد العلماء وجهاد الدعاة وجهاد الحجة والبيان. والجهاد الأول الذي يترتب عليه الجهاد الثاني. فلماذا نعكس المفاهيم؟ ولماذا نقلب المفاهيم والمقاييس حتى نزهد الناس في الدعوة إلى الله، ونختزل معنى الدعوة، معنى الجهاد، في جهاد السيف والسنان فقط؟ إن هذا من الأخطاء الفاشية والمفاهيم الخاطئة. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذاب عن السنة مجاهد، حتى قال يحيى بن يحيى إمام السنة وإمام الأئمة، حتى قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. أين أنتم يا جماعة؟ تفشل في تبليغ الكلمة، ولا يكون لك دور أبدا في البيان والحجة، ثم بعد ذلك تريد أن تتسلق الجدران وتستصقر وتحقر ما عظمه الله تبارك وتعالى. الدعوة لا بد من التركيز عليها، ولا تقوم دولة مسلمة إلا بالدعوة، ولا يقوم جهاد في سبيل الله صحيحا إلا بالدعوة، ولا تقوم هذه الأمة من هذه الورطة التي وقعت فيها إلا بالدعوة والبيان وتربية الناس وتزكيتها وإقامة مجتمع صالح وأمة قوية. يقوم الجهاد والدعوة والدولة المسلمة على أكتافها. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها طلاب العلم وخاصة الأمة وعامتها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس، هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، بأموالكم جهاد، أنفسكم جهاد، بألسنتكم بالدعوة جهاد في سبيل الله. إذن من اختزل معنى الجهاد في جهاد السيف فقط، إن هذا من المفاهيم الخاطئة للحديث بقية. وفي المزادة مزيد بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا
وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين ومن اقتدى واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عاكو دحجرني تيرك وين كم إذا تيرك أي دين تينو ضدك أي نوغو يردي إن أنا ستاقنو وآه إلهي دين تي سين لفافيو ودعوة اللي ستاقو وخيرك الله فافيو وحق الرب تبارك وتعالى أدوما ذا لقارسيو وإنت اللونسان لسوقبتو وشرك يفسادك اللقو هرتقو أرين تاسي أيان كهليني عن صوت الماني شيء والبو إلهي لو قد وانا يتاني كمي تهي وحليه يتشيد لومرو جيت كان أوحا تشيد أي قرآن كريم كأه نبي محمد نوافه فهي صلوات ربي وسلام عليه واكل لك دقيقين نولوشيس سيداس دراد يدروحا حلكا يا مسؤولية دا إسو تاقيا وعلو باهي هاي وانصوش شاقني خطبة دي هرقوصو تلماني إن أوت تلابوين كيسة هي دعوة ديسة هي تصرف كيسة وقصة لها علمي شرعة قضب كما أنت أنكه الله إنه وإساقنا كاكوحيق وحوي هاي روح الداعيقة هي دعوة إلهي أتاقا وحال دونيا إنه الصبر يأت كيسي أولي هاي هوش إيا برنامج كأوضه نبي قال صلوات ربي وسلام عليه حديث صحيح وفي صحيح البخاري كيوم باوحو لي هاي روح لمسينين وحك خير بدن أو كوين صبرك وح إلهي أدونك أوصيه وح أقوين وحيله أقوى وين كم ذا بعد الإسلام إنه الروح إليه الصبر يأتكيس يكاتسيوني يينو سندق دقي صبرك والله قوضه قيبه الصدح ذا هيد إنه الروح طاعة إلهي الصبر يأتكيس أولي ومع سيادة الربي أي نفط تشعش هاي إسكعلين تيري النفط إنه كعلي إنه أتكيس يصبر أولي ووحي إلهي أقر شيء وأقدر يوم مصائب وكتما دا إنه الصبر يأتكيس أولي إنت سي إلهي تبارك وتعالى وحو سيادتك كوة وكعلي دعوة مركة ومهمة عدي ستاك تاي إلهي السنة دي سأيتها إلا امتحانه أولا ابتليه أولا قكعه أولا دعاهده أولا ماغه أولا واحد قدبه أولا الدلو أولا حلو أولا الرفاديه وهالطريق ده بعد يسوه سلاس طهيب ما أهجد انت لها قاتشي اللامي أو تكون دردريني سماه ما أهجد انت السيشايات قدودا لدقاي اتكو تمشلين اي سماح ما هاتشيد اوبح كوكوسو دوين اي اي واح قروح سنماح لكن واتشيد قضحي تالو او رفادي يالو او دباتة تالو او حبسي يالو او يعبسي قلين تالو او دل يالو او وحوال بيالان او قدي بكرا شيدك نوع عاصك مركا يا قادي كروي وحا قادي كراعيدي الهي صبر سيو وأتكيسله. صدر هذا بربك تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحكوت المامي لقمان الحكيم نكل ليه ترويل كيس مركوانيني وحكوي رويل كيجيو سلادتوس ونا جفر حمان تنا الرب وحكو أصيبنا كصبر ربي وحكو قارتي ابن آدم كنا مانتي إنه خسر سيئة هاي إلا ذاتك إيمانك عملك صالحة خير لي صدر دارمو إيا صبر لي صدر دارمو ذاتك إنتا كسي فيسن مويه إنتا كلاوا خسر سيئة حق لي صدر دارمو صبر لي صدر دارمو لقدم بيسي معالي سكوحي تشنية علشان هو أسكوح ريه
هذون صبر لهين مسؤولية دني حيل كان ما بقاعدن كرتيد بو قيبنا كم قيبنا كم قاعدن كرت لأن وحي رهديبة اللي وعب سجل يا هذا العريس ونفط هذا مركز بغضبة عاد فري ربي حكى بعيس ومركي حالة دي سكر ربع عاد محو هاي لا هاي وار هذا ميل قاري ميزهوش أن نشيد كنا ما بقاعد كرتيد بو ما قاعد كريس ساس دراد يد بله هو تلاقي له خاص تبع عدي سوى نعاس الإمام الشافعي عليه رحمة الله أي واحد لو يدي روح ما وحى أوران مركه أوجه الرزبة إن أول الله سيول تمكينيه مثل إن لا امتحانه أو امتحان ككذب أودي تمكينك الله سيول كيرون بالي الإمام الشافعي وحوله وهل يمكن حتى يبتلى أمي بسورة بكرتابة أيضا امتحان للصومر إن أول الله سيول ما بسورة بكرتابة سؤال شو مصح سنوات سؤال شو صعمة لأن ما بس سروري كرتبة حق الرب أود يحل مسؤولية الدولة إن هالشو إلى طريق ابتلاء امتحان كصامرت وإن أردت شيء قال لو صامر يو لو صاب سليو أو لو صاكر كريو أو محو أي أد لو صحيو تشيو وهذا نقطه إد مسؤولية يحل كان قادي كرت أوفيرسو ربي جن تبارك وتعالى مع أوي هاي أود أن له استاجي كرين وحو ربنا هالكلمة كن أي وحو البكو أهانا يا هذا أوفيرسو درسي الربي جان إن السي نبي محمد صلوات ربي وسلام على دعوتي سي وأين مر والبت المامة إنه إن يتهي ماشاء الله نقول يا مركا دون السينة اسمي زانته ما صحزنته مسواد قلدنته أوفيرسو ربي بمعموله تبارك وتعالى دوري طوان سنة ما كوتشوا السجية صحابة دي سي راعي مركي هو الدعوات وقرصودي بكوب لعبتي مركي دمنا فصدع بما تؤمر بل يري وقرب ورصو بحي صحابتي سيادتك الراعي الرفات هي الدل هي عداد هي قح انت صورن مركا لمريني وقار للدلي وقار لحيني وقار لسكدي وقار لقحيني الله وحو أودا تبارك وتعالى رمك هل مرينو عكت مريو بل نبي جينا مركو طائف كصور نغضي صلوات ربي وسلام عليه سوق آدم مروكسن ورد طائفنا يصورك حيان أي سوق نحن صومر أي ملك بورها ويمت والملك الجبريل صعده ملك الجبريل بأن نبي الله الله صلى الله عليه وسلم وحيل محمد وحيل الصعود ملك جبوره وحيل سارنا ربي بانك صعنا حداد فصحبنا لبض بوراده إن عيها كأرم كأيوهي كأجنوب واللجو يجا لجو دبولي يا وأنا لباب إنا يا فصعب علي وركز النبي بحور سلوات ربي صلى الله عليه وسلم مايا وحرجينا يا إد إلهي عبد إنه دور كذا كصوصار دايا أود الرب تبارك وتعالى وحل عاجز قيل كرمه ومع ذلك النبي محمد إيه الصحابة ذي سيدتك الله تشعلا طريقة سلمري صبري أتكيس صوت واتقرن كرتايو مدرسة اللدون يأني كسو قلين شبيان يهوش اللد مع سيه وإسليه عالم كمسؤولية سبع الروائن يقادان دولة دلندون تال اللدون يأني قربوه دكو استاكت رسالة دان على الروائن عالم كأو قادان وقرسيان ساس دراديد وإن لتربيهيو وإن لبروه انضباطك أيقول لبسانا يأين صبري كران أيقول لعدادين يأين لعلين كرو إن لأمر كرو يتشوغي كران وأمر كقادن كران نفت وحي ربتك أتكان كران رق أتكاذيبا صوبحي أرض الحبشي آذين مدينة يهجرودين وال اللاي والرفادين وصوبحين مدينة لتقي دولتي بعدلت يأيكو استاكتي دولتي أساس كمركة دونيس وقوري طبان دوقة وإن أساس كاتك يسوي هذا سيدوني سوغوري هل دوقة أمان دوقة وصارنين أساس كوا كاكا دي سيئ رقال التربيهي وحلو الديارين يي مسؤولية دعولوس يصوص حتى إنا إيجا إسكو تاكتو وهكذا باوحان لنا داد عن صبر وان دول قادن وان چيت كامر وان لا امتحان وكفك تهي إنا يمراها حقيقيا ساس درادت وان دعوة الله صبر وچيت كيدا لغو صبر واتكيس الله يش وديبك إيمانا يلغو الصبر وحق فافيا حق وفافيا تعودي وفافيسا بقلال بصو إسلاميا تدكي صو إسلاما بميلها تاكتاغن ولولا إيهاي وحي اللغو وحلغو بري لها ما إسلام كود اللغو حوشنا كي عاصي مسلم كان مساجك سوق لي مساجد دي باب بوحدة حجاب كي با فافيا خير كي با صعدة والخير كان فافيا يوراقني ميلبو كو صعدة يو الله كو تاية أعرقل ضينين لابن هو جيسن وكادي هدك دقين نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه
حلقة أي مكتش وجانو للرفادين ولا ربي خباب من أرته وحلي النبي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سقو معاويستي سه كعبدة خاص كذا بركان أما كتير سن كدن جيجا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كاسان يا رسول الله ميادن إلهي نو ويديني النصري ميادن إلهي نو بريني لبكنا هاي استسو ماركت وحلا أدل غادن كرما عرفات بركاس النبي صلى الله عليه وسلم هرتين أمضيه هوري نين بالكيني تري نين مؤمنة مسلمة بعد سوق بنيه قال الله سوق بنيس بل كان لو قضية قاردن بها لو قليني من شارط الله سوق عدنية ماذا حبرت ميه سالك ساري ولا كلا شريا إلى الله بقي وضوء كلا قو دين تي سنة كما هو استاق تري ساسو دين تي سوء أتكا كل من تري ميت كلا الله سوق بنيه فرقيتها بيرتدى فرقيتها وكلا أيها الشركي صلى الله عليه وسلم لنا حديثة دي يساديه يهلبكي والروح نال دين تي سنة كمان نقول شنون أرن كاسي كما هو رشتاك إلهي بان كرد أرتيب النبي صلى الله عليه وسلم أرن كان الله وارد ما يستري دونا وأرن كدين تا وحوغي سندون تا دولي كان يوحنا وكبح دون تا أرن كان الله وارد ما يستري دونا إلى روح انتو كصبحو صنعاء إلى حضر موت ويمن انت أدحيسة وصن الله إيو يي أرقيسة وقبق يمو يعدك لو وصن قبق إسلام كاقاري دون أمني قفافتون رواية أحمد وحي لذا هي مدينة إلى حضر موت انت أدحيسة روح كاريقيس كصعوني الله أما حينت أرجع أوت إنه يي وقبق مويان عدك لسون قبقين. سلام كان يوحوا جي سنتونا. وحنبي يقول صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون واتسدك دقيسان. واتسه دقيسان. خلق الإنسان من عجل. إنسان كحالة دي زوحيته إنه يسكدك دقو. أو ما أنت بيرتو بيري وحشعليها إنه عاوى قصت. أو إسلام تعاوى أقل ماضي هدوه هلك ربريبو كبل الله. أو ما بس سجبا محوها هاي وح سجبا لقو مكره. ولكنكم تستعجلون ورواد دقدقيسان الصبر او السوق او ميرها سود دجنينا لان وحوي ميريون حلقودي ديار اهين هادات الى هذا هلا غوستو وخساره من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ولو حرمانين ولو قدينيا وحي هوري لو سو لو سو دسينا وادمن وحكمنا كلميس وتنصو شيغني راس مالك هادات هيستو ربحا راس مالك مركو هره الى لنتيس لو داداله مكتسبات دعوه خير دين صعته اما ان كاسي كفايدي سنيس نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه هشيسكي حديبيه سنه كي لحاد مركو قالين هشيس الله قصبي بوها بنودي سي قودوبده لو هشيين قودوبه ادو خداد بي هاين ادنا هو ادك مرك لو فيريا مسلمين خلي غاز ولي بحوق بدنايو عيدما بدنايو ورمك أي كات كان لهاي فالله وحو قصب إني جلان هشيس قد بدي سؤال قلف سيه حكمة الدبي كصوب حدونته هشيس كالله وحو كم جعابي فتح بكم جعاب إن فتحنا لك فتحا مبينا لأن سورة الفتح عيب السود كتيبة هشيس كمرك الله قص الله طي ونبي جم مدينة وصو صعده ونحن كسر كرا وح السود كتي إن فتحنا لك فتحا مبينا أين هذا الفتح المبين الفتح المبين أفيرسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك متدير أو مكة أوتشوغي إلى الإحسان أو مدينة أوتشوغي متدير أو دعوة ذوذي رقا مالين كان للصعودة أو عيدان هان للصعودة كن يدور بغلو نمبيا هاي الشيس كمر قدعي وصول نقضي النبي صلى الله عليه وسلم لبس سنة كده وسنة كي سيدات ونبي قم مكة أوكدو لي طبعاً كن أو عيدنا بوتي. سيدات كن يطور بقول حقيقة يمادين. مددي أي دعوة وشانس كهش. إلا وضع السنة كي رأيت بخلق جن الدين تسوق علي. فرق جن أنت على قفيرس. سيداس درادة أمنجة هي أمان قوة شانس دعوة واحد. حداد مسؤولية حلكي قاضن كرتو.
لكن إن أتكع أجستود جدًا ويدود ملك له تأف وشو والدربي كله دمو وده مدي خسارة جلسو وده مكتسبات كي الرأس مال كي بربوريسو هذا يقول إسكني يدوان أحسن تا يدا وحوي ولكنكم تستعجلون هدك دقينا هدك دقينا كات سدا ترتيب سدا شك وحسن كتير بإذن الله إن أمدا يدين تيدا إيه إنت حمبار سنبا أي كبح دونان قربضة هذا أي كتيرا سيدي أي قربضة هربا وقبح تانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بأحاديث فربضة كتل ما لكن طريق الله قبح قربضة هرسي الله قبح دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصباتي كتمي قرشتك لك قبح قربضة هرى إسلا أساقي أمبا قربضة دنبانا لك قبح دونان سيدا أصدراد وإن الدريق استمرارت وإن نهزيمة كقدعين نفسيا ها أتشابين ها عاتشسين ها إسبيبين ها الدلوبين ها ندك دقينو وحن مناسبة هنا كوت الله بسنة طريقة سا إن شاء الله تعالى وحبضاني كو حقيقو بدونا وحبضانو ما انتهي سننا حقيقة وكويا دعوة ولا ليال واجهات كنو عيزة وفض بضانوه الإمام بن القيم عليه رحمة الله وحوليه علمك الشرعك أولا ضلبه وحال لقد قال سبيل الله متكم في من سبيل الله بالله قد وحي لي اسلامك و خو اسكو تاغا علمي سيده كل و خو اسكو تاغا جهادك جهادك مره وا لبا نوع بو جهاد لو جهادو غعنتا يو حبكا كا و خو يري ددك كا قيب قاتا يوا فربدان يي عامي كا قيب غلي عيد كاستا كا قيب غلي من نوع واجهات كنوع سلوية قانو جهات الحجة والبيان حجة يعضين يدعو يحق الله شيئا كاوحو لواجهات كدد خاصة وإستاقي كرا وانا ددك الرسوش الراعي جهات كوديوه وانا أئمدي جهات كوديوه وانا لابد نوع جهات كودا فضل قبضوه معايا لوحو لي من فعدي ساوين ما أوندي سنة وأدكتاه عدو جيسون وابدئيه مركزوا آيات القرآن كفي سورة الفرقان كل سرت آخرين النبوك كان وجاهدهم به جهادا كبيرا نبي قالوا صلوات ربي وسلام عليه وحيره قال هذا الجهاد مشركين تل الجهاد وواحد كل الجهادان حولهنا وجهاد نفتينا وجهاد عربكينا وجهاد بل جهاد كالسيفتا هي قريها هي الصواريخ ذو ووسيلة لجوجا الدعوة هي الدين تفافين تذا غاية معها بإجماع العلماء سيدة أصدراد يدو حيالها خلطة ميوحا كم إذا مفاهيم تقصنطي إن وصيلة دي غلوي لقصة ميو وغاية دي إيا الدعوة دي اللو بربريوه سببته وحليها الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نينك بدعوينك ومدك الدفاعي وحق عضيني ومجاهد يحيى بن يحيى إمامك أي مدى أيوه حكسه قوري إنو يلي الذب عن السنة من أفضل الجهاد أما أفضل الجهاد سنة ولا الدفاع دين ولا الدفاع خير كله فافيو حمان ولا جهر تجو جهاد كوقف ضد بضمه وحيلها خلدن بيمرك كم يتح إن لا يصد دعوة وضد كذا الحقيرة ونك أتاجنا ابتلو بي أنت صدق بأصام مري الله أرك إنه ينين قاعدة الله أرك إنه ينين ابتليسن الله أرك إنه ينين قالوا شقيه الله أرك إنه يتشاتوس والله أرك إنه يهنين أن مسؤوليته وما ذبحينه والمسؤوليات كونه وما الله قبل لها محيط جهاد الخاصة وأفضل الجهادين حلوده لبها يا مرك إن مفاهيم تاسين الصح نقطه دعوة يدين تفافين تهذا جهدك يدذلك اللي سوقيه صبر يأتكيسين الله يشؤون لدقدقين ثمارة يمرها صوص عذنا وقت قاض كهر إن لقوست أن ليسكدين كدي من مصائب يوحن لحنباري كرين أنو مدى الصواب لو قلنا قلن صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا حي يا قيوم. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.